بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا سعداء جدا ان اكاديمية السموحة توصل لسوهاج، وطبعا الصعيد مليان بالمواهب، واحنا طبعا بنشجع ابناء الصعيد انهم يلعبوا كورة، وان شاء الله الموهوبين والناس المميزين من سوهاج هيجوا يبقوا لاعبين في فرق نادي سموحة باذن الله، وان شاء الله هتتواصل زياراتنا معاكم وهتواصل تبادل الخبرات معاكم، واحنا لن نبخل عليكم باي خبره، لكن طبعا املنا ان انتوا يطلع من عندكم لاعبين نشوفهم في الفريق الاول باذن الله في سموحه باذن الله، وفرق الناشئين في سموحه في جميع المراحل. شكرا.